بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا عند قول المصنفين المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب، وهذا المبحث يأتي بعد المبحث الأول وهو حكم الإيمان بالكتب وأدلته. وكما سبق فإن الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان. الإيمان بالكتب أيضا كما تقدم يقصد بها الكتب السماوية، أي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وهذه الكتب يجب الإيمان بها، يجب الإيمان بها جميعا. وأما كيفية الإيمان بهذه الكتب هذا ما يأتي عليه الكلام في هذا المبحث. قال كيفية الإيمان بالكتب. قال الإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. جوانب لا بد أن يشتمل عليها معنى الإيمان بالكتب. قال وهي: واحد، التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل. هذا أول جانب يجب أن يأتي به العبد في كيفية الإيمان بالكتب، في كيفية الإيمان بالكتب. قال: التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل. الكتب كلها يصدق تصديقا جازما، أي لا شك فيه، أنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. وهنا في قوله الكتاب اسم جنس، وهذا يظهر من بقية الآية. قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. هذه الكتب المذكورة هنا، التوراة، الإنجيل، الفرقان، هي كتب من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إشارة إلى أن الذي لا يؤمن بآيات الله الشرعية التي أنزلت في هذه الكتب فهذا ممن توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد. فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي التوراة والإنجيل والقرآن من عنده، وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها سبحانه، وأنها منه بدأت لا من غيره، يعني هو الذي تكلم بها سبحانه ليس غيره الذي تكلم بها. وهي إشارة، هذه العبارة فيها إشارة إلى الرد على أهل البدع الذين حرفوا في هذه المسألة، وهي الإيمان بأن القرآن وأن كلام الله عز وجل منه وليس من غيره، كما تقول المعتزلة فيقولون القرآن مخلوق، وتقول الأشاعرة والكلابية وغيرهم يقولون أنه معنى قائم بالنفس، معنى قائم بالنفس، لا بل هو كلام حقيقي تكلم الله عز وجل به حقيقة. نعم. قال:
وهذا يدل على أنه هو المتكلم بها وأنها منه بدأت لا من غيره. ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله بالعذاب الشديد، وقال مخبرا عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة، وأن ما فيها من الهدى والنور منه سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر مبينا أن التوراة من كلامه، وذلك في معرض إخباره عن اليهود، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. والمقصود هنا بالكلام التوراة، المقصود بالكلام هنا التوراة، فهم الذين حرفوا التوراة. نعم. وقال تعالى في الإنجيل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله، بما أنزل الله فيه، أي من الأوامر والنواهي التي هي من كلام الله. وقال في القرآن الكريم: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي من ربنا سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي هذا القرآن من الله. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. إذن فالقرآن كلام الله عز وجل. قال: وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو كلام الله على الحقيقة، هو كلام الله على الحقيقة. قال: اثنين، الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذه الكتب جاءت بالخير للبشرية، جاءت بالخير والهدى والنور للبشرية. ولذا فإنك إذا نظرت إلى حال البشرية الآن تجد أنها في أشد أوقات ضلالها والعياذ بالله وانحرافها، لأنها شابهت في حالها في هذه الأوقات شابهت زمان جاهلية الناس. يعني هذه الأمم الآن التي تقيم الدنيا وترفض الكتب، هذه الدنيا الآن كلها ترفض الكتب حتى في بلاد المسلمين، وأنتم ترون هذه المعركة الشرسة الدائرة في مصر خصوصا. لماذا هذه المعركة؟ هي المعركة التي من أجل ألا يقام هذا الكتاب، من أجل ألا يقام هذا الكتاب. فأهل الباطل ومعهم الدهماء والجهلاء يقاومون إقامة الكتاب في أرض الله سبحانه وتعالى. هم لا يريدون كتاب الله أن يقام في أرض الله، إنما يريدون قوانين أخرى علمانية ليبرالية غيره، لكن لا يقام القرآن وهو الذي جاء بالهدى والنور والخير، ونسأل الله العفو والعافية. قال: فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله، وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. وقال تعالى مبينا كتبه أن كتبه جاءت بالحق والهدى، قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. أنزل الكتاب بالحق، أنزل الكتاب بالهدى، نعم.
وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحان الله، ما أعجب في الحقيقة حال الرافضين لإقامة الكتاب. فالكتاب هدى للناس ورحمة وخير، ومع ذلك نرى كثيرا من الخلق ومن الناس يريدون كتابا آخر غير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالهدى والنور من الله تعالى. ثلاثة، قال: الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، أي من الجوانب العظيمة التي يجب اعتقادها في الإيمان بالكتب، أيضا الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا. لا يوجد كتاب من كتب الله تعالى يخالف الآخر أو يناقض الآخر، وهذا تعبير أدق، لا يوجد كتاب يناقض الآخر أبدا. قد يختلف معه في الشريعة، يختلف معه في الشريعة، لكن لا يناقضه في أصله وهي العقيدة. ولذا فالشريعة تختلف، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شريعة ربما نبي لا تناسب أهل نبي أو قوم نبي آخرين، كما هو الأمثلة الكثيرة في ذلك. فعلى سبيل المثال، فإننا نجد مثلا في بني إسرائيل، كان الآن الناس في بني إسرائيل ربما يسعهم أمر السجود لغير الله، كما في قصة يوسف على تفسير، فهذا صار في شريعتنا ممنوعا منسوخا. أو نرى ربما الحائض في شريعة بني إسرائيل، كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها اعتزالا كاملا، لا يؤكلونها ولا يشاربونها، فضلا عن لا يجالسوها ولا يعني يكون هناك شيء من الاقتراب. فجاءت شريعة الإسلام بخلاف ذلك، تمنع الوطأ ولا تمنع غيرها. جاءت شريعة الإسلام أيضا بالصيام على هيئة تختلف ربما في بعض الشرائع الأخرى، فكان في الشرائع الأخرى يجوز صيام الكلام، يجوز صيام الكلام، أما شريعة الإسلام فليس فيها ذلك، فليس فيها ذلك. كما في شريعة بني إسرائيل قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فكان هذا صيام الكلام عندهم أو الصيام عن الكلام، هذا عندنا في شريعتنا لا يجوز وغير ذلك. إذن فالشريعة تختلف لكن الأصل لا يختلف، وهي العقيدة والاعتقاد. قال: الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها ولا تعارض، كما قال الله تعالى في القرآن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مصدقا لما بين يديه، بين يديه يعني ماذا؟ سبقه، الذي بين يديك هو من هو قدامك أمامك سبقك، مصدقا لما بين يديه من الكتب التي سبقت، لا يكذبها بل يصدقها. قال: ومهيمنا عليه، وهذه خصيصة أخرى ستأتي في الكلام عن القرآن. وقال في الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. الإنجيل جاء يصدق التوراة، والقرآن جاء يصدق التوراة والإنجيل وما سبق من الكتب. فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض،
وهذا من أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق، فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض. سبحان الله، كما قال الله تعالى في وصف القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل كلام أو كتاب هو ليس من كلام الله أو هو ليس كتاب الله فلابد أن تجد فيه التناقض، لابد أن تجد فيه التناقض. الحقيقة الواحد بيعجب أشد العجب عندما أسمع أحيانا ليبراليا، لا أقول رجل منتمي للتيار الإسلامي، ليبراليا يقول هو الدستور احنا عايزين نعدله، وهو الدستور ما يتعدلش ليه؟ هو كتاب أنزل؟ هو كتاب أنزل؟ انظر إلى هذه الكلمة، هو كتاب أنزل. إذن أنتم تعرفون أن الكتب المنزلة لا عيب فيها، إذن فلماذا ترفضون هذه الكتب المنزلة؟ ولماذا ترفضون أن تكون هي التي تحكم وهي التي تكون دستورا للخلق؟ وإلا فمعلوما إسرائيل لها دستور؟ لا، إسرائيل ما لهمش دستور، ليس عند إسرائيل، ما فيهاش دستور أصلا، فيش في إسرائيل دستور، لأن الدستور الحاكم هو التوراة، هي الدستور الحاكم. فنجد في بلاد المسلمين العجب، كل العجب، أن البعض منهم يشهد على نفسه والعياذ بالله، يشهد على نفسه ويقول هي كتب أنزلت. طب ما تأمن بقى بالإيش؟ بالكتب التي أنزلت، أنها هي الحق. أي نعم. قال 4: الإيمان بما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص والتصديق بها وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي يعني هذه الكتب التي أخبرنا بأسمائها، هذه الكتب التي أخبرنا بأسمائها. الله أعلم هل هناك كتب أخرى أم لا، لكن أخبرنا الله عز وجل بهذه الكتب وهي الكتب الخمس. قال 1: التوراة. قال: وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا، قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، يعني ليس هذا محل شفاعتي، ويذكر خطيئته التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليم. الشاهد من الحديث: عبدا آتاه الله التوراة، فهذا فيه إثبات لكتاب من كتب الله اسمه التوراة. وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح، وفي ذلك يقول سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة. هذه التوراة الذي هي كتاب الله سبحانه وتعالى المنزل على موسى، من خصائصها أنها أنزلت جملة واحدة، جملة واحدة، بخلاف القرآن كما أشرنا من قبل. القرآن كان ينزل منجما بحسب الأحداث، وظل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما. أما التوراة فأنزلت على موسى جملة واحدة، مرة واحدة، وكتبها الله بيده. فموسى عليه السلام أعطي الألواح والتي كتبها الله بيده، وهذا من خصائص التوراة. قال: وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. قال: أخرجاه في الصحيحين من طرق كثيرة. نعم، خط لك التوراة يعني كتب لك التوراة. قال: والتوراة هي أعظم كتب بني إسرائيل، وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى.
وقد كان على العمل بها أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد من بعد موسى، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. التوراة هي التي كانت تحكم بني إسرائيل شرعا، وإن جاءت بعد التوراة كتب لكنها لم تكن فيها تشريعات، لم تكن فيها تشريعات. ولذلك الإنجيل كما سترى في الكلام، الإنجيل ليس فيه أحكام وتشريعات، أما التوراة فهي التي فيها الأحكام والتشريعات. ولذلك أثر ذلك ظهر حتى على يعني اليهود والنصارى. اليهود كان فيهم العلم لكثرة ارتيادهم ويعني كلامهم في الأحكام، النصارى كان فيهم التعبد، كان فيهم التعبد، لأن التوراة، لأن الإنجيل غلب عليها التوجيه وإصلاح النفوس ونحو ذلك، واكتفاء بالأحكام الواردة في التوراة. قال: وقد أخبر الله سبحانه في كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلها، على ما سيأتي بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. حقيقة من يعني حسن التصنيف من المصنفين جزاهم الله خير الجزاء أنهم في هذا الباب أتوا بهذا المبحث الجميل في هذه المسألة، والذي قل أن تجد في الكتب التي تتكلم في هذه القضية، وهو الكلام عن التحريف وذكر بعض مواضع وأمثلة لهذا التحريف كما سيأتي في المبحث القادم إن شاء الله تعالى. قال: باء الإنجيل، كتاب آخر أخبرنا الله باسمه وهو الإنجيل. قال: هو كتاب الله الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام. قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فأخبر الله تعالى أنه قف على آثارهم، أي على آثار أنبياء بني إسرائيل الآخرين. كان آخر أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام، قف الله به أنبياء بني إسرائيل، يعني آخر أنبياء بني إسرائيل كان المسيح عليه السلام، جاء بالإنجيل. قال: وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة. قال بعض العلماء: لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه، كما أخبر الله عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وهذا كان في بعض وجوه الاختلاف بينهم، فكان المسيح عليه السلام حكما فصلا في ذلك، لما كانت التوراة وجاء بعدها من جاء من الأنبياء واختلفوا على أنبيائهم، فكانوا يختلفون على هذه الأحكام، فجاء الإنجيل يفصل في هذه الأحكام. قال: وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل أن التوراة والإنجيل نص، يعني كلاهما، على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التوراة مذكور فيها محمد صلى الله عليه وسلم، الإنجيل مذكور في محمد صلى الله عليه وسلم، ومذكور فيهما أنه سيأتي نبي اسمه أحمد. نعم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم. وقد لحق الإنجيل من التحريف ما لحق التوراة، كما سيأتي بيانه في المبحث القادم بحول الله. جيم قال الزبور: قال: هو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام.
قال تعالى وآتينا داود زبورا. قال قتادة في تفسير الآية كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. قتادة يذكر في ذلك يقول يعني كنا نحدث يعني من قبل يشير هو لمن سبقه من السلف كنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود ودعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وجل. إذن فالزبور لم يكن كتاب أحكام لم يكن كتاب أحكام. ولعل مما يدل على ذلك عدم تعرض القرآن صراحة لشيء من ذلك بل وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الزبور كان يحمل أحكاما مستقلة، والظاهر أنه كان يعمل بأحكام التوراة، وإنما كان الزبور نوع من الإرشاد إلى زيادة الإيمان من يعني الدلالة على الفضائل والأعمال التي تزيد الإيمان ونحو ذلك. فمعلوم أن داود هو من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى وبين المسيح وبين موسى، وكذلك سليمان وكذلك سائر أنبياء بني إسرائيل الذين يذكرون في ذلك. دال صحف إبراهيم وموسى. قال وقد جاء ذكرها في موضعين من كتاب الله، الأول في سورة النجم في قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والثاني في سورة الأعلى قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال فأخبر الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام، والعلم عند الله. يعني أخبرنا بأن هناك صحف أنزلت على إبراهيم، لكن لم نخبر ما تضمنته هذه الصحف. يعني هل كانت هذه الصحف هي عبارة عن أحكام مثلا كما كان في التوراة مثلا، وتوجيهات كما كان في الإنجيل، أم أنها كانت كالزبور أو نحو ذلك؟ فالله أعلم، ليس عندنا خبر منصوص عليه يقال به في ذلك، وإنما نصدق ونؤمن أن الله أنزل كتابا، وهذا الكتاب نزل على إبراهيم عليه السلام سماه الله صحائف إبراهيم، لكن لم يصل لنا خبر نصي أو مفصل يبين تفصيل هذا الكتاب. لكن الذي نقطع به أن هذا الكتاب كان يدعو إلى التوحيد، أن هذا الكتاب كان يدعو إلى التوحيد، لأنه ما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، فنقطع بذلك. لكن هل كان فيه من التشريعات والأحكام على نحو ما كان في القرآن أو التوراة أو نحو ذلك؟ فالله أعلم. وأما صحائف موسى فهل المقصود بصحائف موسى التوراة، أم أن الصحائف شيء آخر يختلف عن التوراة؟ فالله أعلم بذلك، فإنه لم يرد لنا ما يدل على الاتفاق أو الاختلاف. يعني الاتفاق نعني به هل المقصود بذلك التوراة فيتفق المقصود بالصحائف على أنها هي التوراة، أم أن الصحائف كانت شيء آخر غير التوراة؟ كأن تكون والله أعلم الصحائف توجيهات بالوحي، وأما التوراة فكانت جملة واحدة ومرة واحدة
أنزلت على موسى كما تقدم الكلام عن ذلك. فهل كانت التوراة هي التوراة التي كتبها الله بيده ونزلت على موسى جملة واحدة والصحائف توجيهات من خلال الوحي؟ الله أعلم، ليس عندنا على ذلك دليل، ونرجع الأمر فيه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ها القرآن العظيم. قال: هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب. فهذا فيه دليل على أن كلام الله عز وجل يتفاضل، وأن كلام الله عز وجل بعضه أعلى من بعض، مع ثبوت الفضل والخير والسبق للفضل عن كل كلام. لكن كلام الله عز وجل يفضل بعضه بعضا؟ أي نعم، فإن كلام الله في القرآن كان أعظم الكلام، كان أعظم الكلام، وذلك لما اشتمله على كثير من الأحكام والتوجيهات والتشريعات العظيمة التي ناسبت هذه الأمة العظيمة الواسعة الكبيرة، وهي الأمة الإسلامية. نعم. قال: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملها والناسخ لما قبله من الكتب، وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. ولعل هذا من الخصائص التي ميزته على سائر الكتب، فإن القرآن كان للثقلين، يعني القرآن ابتداء كان لجميع الإنس، لجميع الإنس، بخلاف الكتب السابقة لم تكن الكتب السابقة لجميع الإنس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقوله: أرسلت للناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. إذن ابتداء القرآن لجميع الإنس، ثم يزيد على غيره كذلك للإنس وللجن كذلك. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال مهيمنا أي شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليها، وحاكما عليها. وأنا الحقيقة أنا يعني أنبه إلى هذه المسألة الخطيرة، لا سيما في أيامنا هذه، لا سيما في أيامنا هذه، فوسائل الإعلام هذه الفاجرة والعياذ بالله بعضها يتناول، وهذا يدل على أن هذه الوسائل كلها متصلة ببعضها البعض، وسائل الإعلام هذه تعمل من خلال خطة واحدة، فتجد في هذه الأيام نبرة غريبة، وهي أنه تجد هذا السؤال، يعني أنا سئلت هذا السؤال في الفترة السابقة أكثر من مرة من أكثر من شاب، من شباب، من عامة الناس، يعني يقول لي: إيه المانع أن إحنا يكون في الإنجيل يدرس مع القرآن؟ وأشاب آخر يوم الجمعة السابقة قبل السابقة قال لي: إيه المانع؟ كنت أنا أعلق على الليبرالي اللي بيقول للرئيس: أنت طالما بتقول آياتي بتقول كمان إيش؟ جزء من الإنجيل. فقال: إيه المانع؟ مش الإنجيل كتاب من عند الله؟ فكلمة حق يريدون هم من ورائها باطل. نعم، الإنجيل كلام الله، التوراة كلام الله، لكن قال الله عز وجل، والآية دي مهم جدا أن تحفظ الاستدلال بها، وهي قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني هو تصديق بالكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ودي حط تحتها خط أحمر كما يقولون،
ومهيمنا عليه. يعني مهيمنا عليه يعني ماذا؟ قال شهيدا على ما قبله من الكتب وحاكما عليه، يعني صار هذا الكتاب هو الكتاب الذي يهيمن، هو الكتاب الذي لا يقال بغير ما فيه، لا يقال بغير ما فيه، فهو الكتاب المهيمن، هو الذي يحكم، هو الذي يوجه، هو الذي يرشد، هو الذي يشرع، فهو الكتاب المهيمن. وصارت الكتب السابقة مع كونها من عند الله كتب منسوخة، يعني لا يجوز العمل بها، لا يجوز العمل بها، وإن وافق بعض ما فيها ما جاء في القرآن نعم أيضا لا يجوز العمل بها. بمعنى لو أن إنسانا أراد أن يستدل على مسألة ورد في التوراة حكمها نفس حكم القرآن، فلا يجوز له أن يقول والحكم كذا بدليل نص كذا في التوراة، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الكتاب مهيمن والقرآن، فليس له ذلك ولا يجوز له ذلك، بل يقول المسألة كذا ودليلها في القرآن كذا. انت طب طالما هي موجودة في القرآن لماذا تخرج عن القرآن إلى غيره؟ ولذلك فالقرآن إن وافق شيء من الكتب السابقة القرآن في الأحكام فلا تعارض ولا شيء في ذلك. على سبيل المثال حكم الرجم، حكم الرجم في الزنا هذا حكم موجود في التوراة وموجود في أحكام بني إسرائيل عموما موجود، لكن هل يجوز لفقيه مسلم يستدل على حكم المسألة يقول إذا زنت المرأة المحصنة أو الرجل المحصن فعليه الرجم بنص التوراة؟ هذا إنسان يشار عليه بعلامة استفهام ابتداء ويقال له لما تفعل؟ أليس لك كتاب أنزله الله عز وجل وقال ومهيمنا عليه، أي مهيمنا على هذا الذي استدللت به؟ ولذلك إذا أردت أن تذكر التوراة تذكرها من قبيل ماذا؟ التصديق للقرآن وتصديق القرآن لها، وليست هي مصدر ليش الدليل ولا التشريع ولا الحكم، إنما المصدر هو القرآن المهيمن. ولذلك جاز له أن يقول عند ذلك الحكم كذا بنص القرآن والذي وافقت التوراة ذلك فيه مثلا، وده قوة لنص القرآن كذلك، إن احنا نقيم حجة على من يدعي أنه يتبع التوراة. يعني اليهود مثلا نقول لهم ماذا تقولون في الزنا؟ الزنا عند اليهود هل بيرجموهم أو يجلدوهم؟ لا ما بيعملوش كده. نقول لهم الحكم عندنا وقد جاء في كتابكم نفس الحكم ونحو ذلك. نعم. قال فيجب الإيمان بهذه الكتب على ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائها ومن أنزلت فيهم، وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، وما قص علينا من أخبار أهلها. 5. قال الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله. نسخ يعني ماذا؟ يعني إبطال العمل بها، إبطال العمل بها. قال الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بالقرآن الكريم، وأنه لا يسع أحدا من الإنس أو الجن لا من أصحاب الكتب السابقة ولا من غيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هو الذي يكون للعالمين جميعا. قال وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن
بالقرآن بالقرآن. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال أيضا وأحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هنا مسألة مهمة جدا، وهي الله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله، أي بما أنزله الله عليه. طيب هل هذا فيه تعارض مع قول الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وقول الله عز وجل وليحكم أهل الكتاب بما أنزل الله فيه؟ لا، لا تعارض. فالمقصود أن أهل الكتاب إن بقوا على ما هم عليه من عقيدتهم ودخلوا في عهد أو معاهدة مع المسلمين وكانوا يعيشون في بلاد المسلمين، فلهم أن يتحاكموا إلى أحكامهم، لهم يتحاكموا إلى أحكامهم وإلى كتبهم، لهم ذلك، لهم ذلك. لكن إن جاءوا يتحاكمون إلى المسلمين لا يجوز أن يحكم المسلم فيهم بكتابهم، لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذا جاءوك تحكم بالقرآن، لكن لو هم فيما بينهم يجوز لهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم، لكن إذا جاءوك تحكم بينهم بالقرآن. ولذلك هنا ربما تأتي شبهة، يقول قائل طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في حادثة الزنا اليهوديين قال فأتوا بالتوراة؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا معناها أنه يريد أن يتحاكم إلى التوراة؟ لا، إنما قال لهم فأتوا بالتوراة لأن التوراة في هذه المسألة توافق حكم القرآن، فهو أراد من باب إقامة الحج عليهم مرتين، القرآن يحكم بهذا الحكم، بل الكتاب الذي بين أيديكم يحكم بهذا الحكم. فهو صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم بالرجم، ومن غير التوراة كان يحكم فيهم بالرجم، لكن أراد أن يظهر ما هم عليه من التحريف والكذب، فقال لهم ائتوني بالتوراة إن كنتم صادقين. فلما جيء بالتوراة وجدوا فيها أو وقرأ الرجل اليهودي، فلما كانت آية الرجم كذا 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 وتخطاها، فقال له رجل من كان أسلم من يهود وعلمائهم كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفع يدك، فرفع يده فقرأ الآية بعد ذلك فإذا آية الرجم تلوح. نعم. قال ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، أو متهوكون يعني أو متشككون، قال أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء. انظر، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي جئتكم بشريعة بيضاء نقية وصحيفة وكتاب بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز لمخلوق أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإذا كان النبي الذي جاء بكتاب لو كان حيا كان يجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يترك هذا الكتاب وأن يتبع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ومعنى متهوكون متحيرون، يعني متحيرون من الشك، وأيضا العلماء أيضا يفسرونها متشككون، يعني هل عندك شك في ذلك؟ نعم. فهذا ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.